قناة الهدى للإعلام الدعوي تقدم نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نزل الأمين والوحي كان منشما ومفرقا هذا كتاب الله زاد قلوبنا وشفاؤنا من كل داء أرهقا هذا هو القرآن مصدر عزنا فيه تبوأنا المكان الأسمقا هذا كتاب الله أعدد منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا الله أكبر يا لها من نعمة لما يقال اقرأ فرتل وارتقى وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من طرقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا نبه بآي الذكر سمعا غافلا وافتح به قلبا مريضا مغلقا واصدع به في العالمين مجلجلا واصدح به فوق الغيوم محلقا ليموت صوت المبطلين ويهمد ويكف طير غرابهم أن ينعقا عطر بآيات الكتاب سماءنا وانشر عبيرا في الفضاء معتقا واجعله نبراسا تسير بهديه وارفع به في الخافقين البينقا واحرص على الإخلاص في تعليمه كي لا تسعر في الجحيم وتحرقا أتراه يأتي شافعا لك في غد فتفوز أم يأتي عليك مصدقا أتكون من أهل الجنان منعما تكسى الحرير هناك والاستبرقا أم سوف تحشر نحو نار أضرمت للظالمين فكن تقيا مشفقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرق ونجمعي حول الكتاب شتاتنا كيما نزيل تناحرا وتفرقا إن ننصر الرحمن ينصرنا وإن ننكره كان جزاؤنا أن نسحقا